المجموعه الثانيه الجروب بي اللي فيه اسبانيا البرتغال المغرب فريق عربي ترشح لكاس العالم هو الفريق الايراني ايران والسعوديه كل ما يترشحوا تقريبا 90% تونس مضمونه في المونديال مع الفريق الايراني 78 98 2006 و2018 هما موجودين ونحن متواجدين ايضا مع المنتخب السعودي في 98 2002 2006 ومره رابعه موجودين مع بعضنا في 2018 في المونديال الروسي نرجع لتفاصيل والديتاي نتاع الجروب المنتخب الاسباني المشاركه رقم 15 في تاريخه في الورلد كاب ل 11 على التوالي اسبانيور عندهم تقاليد وتراديسيون في الكوره وفي 2010 كانوا اسياد العالم في الكاب تاون واحد بلاش اندرياس الرسام انيستا في مرمى المنتخب الهولندي في دقيقه 116 في البرولونغاسيون بالنسبه للفريق الاسباني بطل اوروبا 64 بطل اوروبا 2008 عاودها مره ثالثه تيرسيرا كما يقولوا هما 2012 لافوريا روخا الغضب الاحمر تيكي تاكا الفريق اللي اعتمد قوامه على الميرينغ ريال مدريد وعلى الكاتالوني البلاو رانا اف سي برشلونه بالنسبه للفريق الاسباني باش يلقى الديربي ضد البرتغال البرتغال شاركت اول مره في الورد كاب 66 عام 3 بلاس بقياده لابيرل نوار الجوهره وقت السوداء يسمى هو الحقيقه الفهد الاسمر الموزمبيقي الاصل الافريقي اوزيبيو اللي كان هداف 66 بتسعه بونتو المنتخب البرتغالي عمل 4 بلاس في 2006 في المانيا ابرز نتائج هذه في كوب دي موند والبرتغال هي بطله اوروبا تمشي مونديال روسيا باش تدافع على سمعتها كأحد المنتخبات العالمية ليست التاريخية في الكرة العالمية بالنسبة للفريق الثالث منتخب المغرب منتخب جار منتخب شقيق خمس مرة في المونديال المغرب عمل ماتش نول في أول مشاركة ليه في عام 70 ربح في 86 وكان أول فريق عربي إفريقي يمشي للدوزيام تور في الورد كاب والفريق المغربي بعد 20 سنة من الغياب يرجع للكاس العالم بالنسبة للفريق المغربي عنده دي سوفينير مع اسبانيا لعب ضدهم في تصفيات 62 كانت اوروبا ضد افريقيا ولا فرق يصفيه ضد الاوروب بعد ما ترشحوا المنتخب التونسي بالتيراج وصار لعبوا ضد اسبانيا صح عليهم ولكن ما كملوش الحلم خسروا وقتها ضد الفريق الاسباني 3-2 واحد بلاش دوبل فيكتوار اسبانيول واللي ماركا بونتوات الاسطوره دون الفريدو ينعم دي ستيفانو بالنسبه للبرتغال عندهم هيد تو هيد وكونفرونتاسيون في 86 في غوادالاخارا التاريخيه المغرب تضرب البرتغال 3-1 وقت عندهم فوتري شالانا جورداو 3-1 المغرب دوبلي لاعب العسكر الجيش الملكي ليفار اللاعب التاريخي عبد الرزاق الخيري وكان الثالث ميري كريمو البرو وقتها في فرنسا المنتخب المغربي في ديربية ضد اسبانيا البرتغال اول مره باش يلعب ضد فريق ايران الفريق الايراني اللي اول مره يلعب ضد منتخب عربي في كاس العالم والفريق المغربي كان خسر من السعوديه العربيه الاسيويه في 94 2-1 كاس العالم في الجروب بي مفتوحه لكل احتمالات الفافوري بتبيعها اسبانيا تيكي تاكا والبرتغال بي سي ار 7 ادون رونالدو خمسه مرات بالون دور